الاستبداد والعنصرية نزلت عندهم برشا، عندهم عنصرية شيء غريب. أما العبد كل عندهم أنا عبيد، هم عندهم حاجة في مخهم هم أنا هم يحكموا في العالم الكل. إحنا كل خدامة عندهم وكهو، يعرفوش الإنسانية أصلاً هم. إحنا نعلموهم هذيك الإنسانية. والله هم عندهم فلوس أما أنا ما عندهمش. نجم تسامح عبد ظلمك في هالعواشر؟ أكيد. كما سامحوش العواشر بتجمش تسامح. أنا الوقت ضايع متاع الناس كنت تسامح وقت رمضان، اخي واحد ما سامحش في الوقت هذا وقتاش بيسامح؟ انا كانش واحد قلبه حجر سبحان الله وكم. انت سامحتهم الناس الكل؟ الحمد لله انا ما عندي مشاكل مع حتى واحد اول حاجه. مريق لو عاجبك الوضع؟ وضع تونس انا عايش لبرا ما نعيش. دبر واحد وكرهات انا روحت. وين تعيش لبرا؟ السعوديه. شنو الفرق بين تونس والسعوديه؟ والله السعودية لما حالة ما أنا قانون صعيب برشا ما أرحم من هنا. غادي على الأقل واحد يمشي ملا باش يدخل من المجازا ولا حكاية كل شيء متوفر مش أنا كمان روحت سبحان الله ما لقيت شيء. البلاد بدلت كومبلت ما. أنا طلعت عام 2019 رجعت تو زاد دخلت في حيط معناها. فهمتش. شنو اللي متغير؟ شنو اللي مش كيف كيف؟ كل شيء العباد بدلت كل شيء سد في البلاد ما عادش. معناها الله يقدر الخير وكا. زعما فما امل في المستقبل؟ شنو في المستقبل؟ باش تبدل تونس الخير؟ والله ان شاء الله مع قيس سعيد ان شاء الله يعني عاملين عاطين في امل ولا ان شاء الله. هو انا تو دكهم في الحبس كلهم فهمت؟ رطحنا منهم الفساد والواحد ان شاء الله يخلوه يخدم على روحه تو السكر والزيت والواحد شكون قطعهم؟ اللي كانوا يحكموا قبله هم ما يحبوا ثوروا الناس عليه فهمت؟ تنصح الشباب باش يخرجوا البلدان الخليج وباش يخرجوا يعني يخرجوا لبرا جمله يعني اللي ما تمرمتش في بلاده ما يمشي يعيش رواد معناها كان انت راجل وعشت راجل وتمرمت لهنا غادي كانت تسلك هذا ولد بابا وماما فهمت ما تنجمش روحك هذه دول الخليج كان قديت روحك هوني تقد روحك لبرا اذا قديت روحك لهنا وخدمت على روحك معناها عرفت كيفاش تصور فلوس وكيفاش تعيش معناها تنجم تقد روحك فهمت وي راه دول الخليج بصفه عامه اسهل من اوروبا فهمت معنا شنو هو الحاجات الامتيازات اللي فيها يعني ولا ما فيهاش في ايش امتيازات اذا انت مثال انت والكفيل اللي تحت بيه اذا معناها الكفيل اللي تخدم معاه باهي وكل شيء اكثر لك ما كانت طلع ولد حرام مشات فيها كما برشا عباد صحابي طاحوا بكفلها مش باين معنا عامل لهم برشا مشاكل فهمت فكرنا فهم اللي فكرهم فلوس فهم اللي ما خلصهمش روحوا كيكا موجودة الظاهرة هذه في السعودية؟ برشا موجودة برشا معناها برشا حتى معناها تو مع معناها تبدلت معناها تسهلت شوي سيبوا معناها حريات وكل شيء أما الاستبداد والعنصرية نزلت عندهم برشا مش معناها كما عنصرية؟ إي عندهم عنصرية شيء غريب كيفاش؟ شنو كيفاش؟ معناها عنصرية ما يحبوش توانسة؟ مش توانسة بصفة عامة العباد كل عندهم معناها عبيد هم معناها هم عندهم حاجة في مخهم هم معناها هم يحكموا في العالم الكل فهمتش معناتها احنا كل خدامه عندهم وكاو كي توانسه يعني ما فماش احترام للانسانيه لا لا يعرفوش الانسانيه اصلا هم احنا نعلموهم هذيك الانسانيه والله هم عندهم فلوس اما انا ما عندهمش مخاخ ما يخمموش كل العباد ما فهمت بالرسمي شنو كلمه الختام تاعك؟ والله ايش نقول الناس ان شاء الله رمضانكم مبروك فهمت وربي يهدي الناس الكل وربي يصلح الحال وربي يصلح البلاد وكذا